هنا على أرض فلسطين مهد الديانات والعديد من الحضارات والقوميات التي سكنت هذه الأرض، ومن أبرزها الحضارة الكنعانية والمصرية القديمة والبابلية والسورية والإسرائيلية والعربية. أما القومية المحلية بعد الكنعانية وهي وريثة لها هي الآرامية، وهي عرق سامي ينتمون إلى جدهم آرام بن سام، ومنه جاءت التسمية. واختلف الباحثون في تاريخ ظهور اللغة الآرامية، ومنهم من يحدد أن 1006 قبل الميلاد موعداً لنشوئها. الآرامية اللي كانوا هنا بالأصل أبناء سام حفيد نوح، نشأ هذا خلينا نحكي العرق أو الشعب أو هذه القومية من ذلك الوقت من زمن أبينا نوح، وبعدها أبينا سام وآرام، وسكن الشعب الآرامي في منطقة ما بين النهرين ومنطقة العراق وسوريا وتقريبا كل مناطق الشرق الأوسط، كانوا يتحدثون اللغة الآرامية. هنالك الكثير من الحضارات التي تحدثت باللغة الآرامية، ولكن باختلاف الأبجديات والحروف مثل الكنعانيين والبابليين والأشوريين والكلدانيين. هلا أول ما اكتشفوا الآراميين هن كان أصلاً حسب العهد القديم زي ما بيحكي في العراق، يعني بدأ انتشارهم من العراق، توسعوا الآراميين شوي شوي، صاروا بسوريا كمان، من العراق لسوريا، بعدين طلعوا على تركيا. في تركيا هلا الأصل يعني في تركيا إنه تعدد الطوائف في تركيا، يعني صار آراميين يعيشوا في أنطاكيا مثلا، آراميين يعيشوا في منطقة تانية، آراميين يعيشوا في منطقة تانية على حسب المنطقة نحن جينا. يعني مثلا أنطاكيا صار في سرياني طراني مثلا، غير منطقة سرياني اسفس مثلا، هيك صار في طوائف، بس كلنا آرامية، يعني كلنا نفس الشيء، ما بهذا الشيء ما بيفرق بيناتنا. تلاقي فهلا اللي صار يتوسع شوي شوي الآرامية لا وصلت تركيا، وصلت بلاد الشام. الكثير منا لم يعرف من هم السريان وما أصولهم، والأكثر يعرف أن سريانا طائفة مسيحية فقط، ولكن عرف السريان قديما بالآراميين، وظهروا من الصحراء السورية وانتشروا في بلاد ما بين النهرين، وتوسعوا حتى بلغوا أوج قوتهم في القرن العاشر قبل الميلاد، وانتشروا في معظم مناطق الشرق الأوسط، كما وأنها اللغة التي تحدث بها سيدنا إبراهيم. فإذا عدنا للتاريخ نرى أن أبونا إبراهيم نفسه كان آراميا، جاء إلى هذه البلاد إلى أرض كنعان بأمر من الله سبحانه وتعالى حتى يؤسس أو يكون شريكا في تأسيس مرحلة جديدة في التاريخ، فهي لغة البلاد، لغة الآباء والأجداد، وهي أصل المنطقة في الشرق الأوسط عامة. تعتبر القومية الآرامية من أولى القوميات التي سكنت فلسطين، وتأثرت بها العديد من الحضارات المجاورة، وبالرغم من تعدد الديانات والطوائف إلى أن السلام يعم في بلد السلام، فلا فرق بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى. إحنا هنا في بيت لحم من شارك مفرح أحزان، نأكل من أكلنا ونأكل من أكلنا ونتزاور، ما فيش فرق. يعني أنا عشت من 56 عمرنا بأي ميت مسيحي إلا الروح علي، مش أنا لحالي، جميع المسلمين اللي في محافظة بيت لحم، برضى المسيحية، جميع المسيحية بيت لحم، بصير عندنا من أفراح من أحزان بشاركوا ومن الزاور والروح. أنا في السريان هذا اللي موجود في نادي المعافية بإذن أحسن نخل. كما أن هنالك من يؤمن من السريان بالانتماء العربي للعمل مع جيرانهم العرب كأبناء شعب واحد رغم اختلاف القومية والديانة لمواجهة الاحتلال. هلا جذوري بترجع لأني أرامي أو سرياني، وفي عنا إحنا لنا ثقافة، عنا لغة، عنا مجتمع في العيلة ممكن، ولكن أنا يعني خلينا نحكي
أنا ما بشوف فرق بيني وبين جاري، بالعكس لأنه جاري واحد وأنا عربي. يوجد عدة أسباب لتراجع اللغة الآرامية، منها تتابع الاحتلالات مثل الروم والفتوحات الإسلامية وتغلغل العرب والمسلمين بين السكان المحليين للمنطقة، ما أدى إلى إضمحلال هذه اللغة. اللغة الآرامية تأثرت في كل هذه العصور من ناحية سلبية ومن ناحية إيجابية. ففي فترات الرخاء والسلام والأمن كانت تلعب الكنيسة السريانية والآباء السريان دوراً أساسياً في نقل العلوم ونقل الحضارات والثقافات بين الغرب والشرق، وذلك لتضلع آباء الكنيسة بالعلوم والحضارات والثقافات. لكن بشكل عام تأثرت اللغة الآرامية أو السريانية بكل العصور وكل الحكومات التي تعاقبت إن كان بالسلب أو بالإيجاب. حتى أن هذه اللغة كانت لغة بني إسرائيل المحكية عندما تم سبيهم إلى بابل. كل الضفة وكل الشرق الأوسط وكل الميدل إيست كان يحكوا اللغة العربية، فكان المسيحي ينطق اللغة هذه ويحكي اللغة هذه، هي اللغة السائدة في البلد. بس لما انتهت تقريبا ما يعرفوا يحكوها إلا بس السريان في الاحتلال، مش في الاحتلال، في الحرب فتوحات الإسلامية لما احتلوا البلاد هذه الإسلام صاروا نحكي إحنا بين بعضنا اللغة العربية، بس بدي أحكي معك بحكي معك باللغة العربية، شايف؟ فبين إحنا بنحكي اللغة العربية اللي هي السريان بين بعض، بنصلي وبنكتب باللغة العربية. هاي اللغة كانت سائدة عزم المسيح وما قبل المسيح كذلك. اعتادت فلسطين على تتابع الاحتلالات، ولكنها لم تشهد مثل الاحتلال الإسرائيلي الذي يسرق ثقافاتها وينسبها لنفسه ويدعي بأن الفلسطينيين معادين للسامية أو غير الساميين. كانت الحضارة الآرامية من أكبر الحضارات ولها آثار دينية في الإنجيل، فكان نزول الإنجيل باللغة الآرامية، كما أنها كانت لغة السيد المسيح، لذلك أصبحت من أهم اللغات الموجودة في الشرق. كنيسة السريان الأرثوذكس في أنطاكيا على يد القديس مار بطرس الرسول، وهي التي تتحدث بنفس اللغة اللي تكلم بها السيد المسيح وهي اللغة الآرامية. كانت تأسيس الكنيسة سنة 37 ميلادي في أنطاكيا، حيث سمي المسيحيون بهذا الاسم لأول مرة في أنطاكيا. يقوم السريان بالاحتفال بعيد ماردودو في كل عام، ففي هذا العيد يقدمون فيه الطعام المصنوع من الأرز والحليب. عيد ماردودو عندنا قديس كبير، وهذا ماردودو اسمه داود الأصلي، فعاش في بلاد تركيا ومحل يعني في غابات وفي محلات يعني، وكان يأكل أعشاب وما كانش يعني طبيخ زي عندنا هون، وعاشوا في براري هو وأهله وأبوه وأمه كبار وما كانش عندهم أولاد. فمردودو هذا أجا بعد يعني عمر طويل وطلب من الله أنه يصلوا أنه يبعث لهم ولد، فأجا ربنا وعطاهم ولد فسموه داود على اسم القديس داود، اسمه في السرياني دودو. فهلأ إني عاشوا في براري وكبر وصار يدرس وأهله كانوا غنيا، فرقوا كل المال للفقراء واللي كانوا موجودين فيه. فلما فرقوا كل هذا بعد عمر طويل ماتوا أهله، فهو التجأ للدير والدير هذا خلى يعني ودرس وكل شيء، فصار راهب وظل في الدير يعني هذا، وصار عندنا اسم القديس دودو. فكل السريان بتحتفل بعيده. بعدين ماتوا أهله وهو ظل بالدير وتعلم وصار راهب وظل ما تجوزش يعني من مرة ولا شيء، درس الكهنوت وظل في الدير لا يعني عمر طويل. فإحنا هون بنحتفل كل سنة كل سنة هذا الأيامات في عيده ونسوي الأكل هذا عن روح وعن روح الأموات. اضطهدت الكنيسة السريانية منذ العهود القديمة من قبل الغرب مثل روما، ومع أنهم حاولوا الدفاع عن وطنهم كشرقيين
ولكنهم عانوا أيضا من العرب الذين جاءوا من شبه الجزيرة العربية. تاريخ كما نقرأه نرى هناك نزاع بين الشرق والغرب، والسريان كمواطنين شرقيين كانوا يدافعون عن البلاد من ناحية وطنية، فكان لهم دور أساسي في الدفاع عن الأرض وليس بمساعدة الطرف على الطرف الآخر، فهي كانت حماية خلينا نحكي للبلاد. والكنيسة السريانية كان عليها ظلم من الكنائس الغربية أو المجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية على حد سواء. زي ما حكيت لك كان في تأثر سلبي وإيجابي في جميع الفترات الزمنية والحكومات، وحتى الجذور التي تعاقبت على احتلال أو فتح هذه البلاد، فلا بد أنه كان في تأثيرات سلبية بشكل أو بآخر. إلى يومنا هذا في العديد من القرى والمدن السورية يتحدث السكان المسيحيون والمسلمون باللغة السريانية على أساس أنها لغة المسيح، وعندما تنظر إلى طريقة عيشهم وبناء بيوتهم التي تشبه خلايا النحل ورعاية أغنامهم تشبه إلى حد كبير طريقة عيش الآراميين القدماء. إن الموسيقى الفلكلورية الفلسطينية والشمالية بشكل عام مثل الزجل وأغاني الدبكة وغيرها من الفنون والألحان تشبه إلى حد كبير نظام الترتيل الكنيسي، فهذا دليل واضح على أن التراث الفلسطيني من أصول آرامية. طبعا هو إذا جينا وطلعنا إلى الألحان الكنسية بنشوف إنه كتير من الألحان الشعبية الألحان الغنائية هي مأخوذة من المقامات الكنسية الروحية، فهذا الشيء يعني كانوا يتغنوا به الشعوب حتى يكون الألحان محببة ومقبولة على قلوب الكثيرين، فهي في الأصل هي ألحان كنسية. حتى إذا نظرنا إلى الفولكلور إلى الأغاني الشعبية نشوف إنه في إلى علاقة مباشرة مع الألحان الكنسية مع بعض التغييرات خلينا نحكي العالمية. فاللي دارس الألحان وبعرف هالأمور هذه واللي دارس الفولكلور لابد إنه يلمس هذه الأمور بكل بساطة، لأنه هي جزء من مخاطبة الروح. وقد تعرضت الكنيسة السريانية لأكبر حادثة سجلها التاريخ من قتل وذبح وتشريد من قبل السلطات العثمانية قبل حوالي 100 عام، وسقط في هذه المذبحة 750 ألفا من السريان، ما أدى إلى إضمحلال اللغة وتشتتها بين الشرق والغرب. طبعا نحن أكبر كارثة سجلها التاريخ هي كانت قبل 100 عام أثر المجازر التي أتت على شعبنا السرياني في تركيا، وهو كان مركز البطريركية وخلينا نحكي الموقع الرئيس للكنيسة السريانية. فدفعت الكنيسة السريانية ثمن وجودها في تركيا ما يزيد على 750 ألف شهيد أثر الاضطهاد العثماني على أبناء كنيستنا غير أبناء الكنائس الشقيقة الأخرى مثل الأرمن والروم الأرثوذكس وغيرها. طبعا إذا كان هناك في مشاكل سياسية فإنها تنعكس على الشعب بشكل أو بآخر، ويمكن أنه يترجم أنه تطرف ديني أو عرقي، هذا أثر سلبا على الكنيسة أدى إلى تشتت أبناء الكنيسة في الشرق والغرب وأدى إلى ضمحلال اللغة. فنحن من 100 عام نعاني من هذه المجازر والصعوبات اللي
واجهها أبناء الكنيسة، خاصة اللي جاءوا إلى مناطق الأراضي المقدسة وفلسطين. ومنذ ذلك الوقت نعيش حياة هادئة نوعا ما، بغض النظر عن بعض المناغصات السياسية والاحتلال اللي نعانيه، لكن كانت الفكرة الأساسية هو إعادة إحياء هذه اللغة وإعادة تثبيت الوجود في الأراضي المقدسة والشرق بشكل عام. فكانت الرؤية للكنيسة هو إنشاء مدرسة، لأنه ما يحافظ على اللغة هو المدرسة بالإضافة إلى الكنيسة. الكنيسة حافظت عليها خلال 20 قرن الماضي، لكن مع تطور الحياة، تطور العلم والثقافة، كان لابد أنه نفتتح مدارس لتثبيت هذه اللغة والحفاظ عليها. فقام صاحب النيابة المطران مارسوريوس ملكي مراد نائب البطريرك في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة بافتتاح المدرسة وإنشائها في مدينة بيت جالة باسم مدرسة مار أفرام السرياني، وهو معلم الكنيسة الأول في القرن الرابع. ومنذ ذلك الوقت، منذ العام 2003، ونحن عملنا مندرس اللغة السريانية لأبنائنا، مندرس المبادئ الأولية، بعض التراتيل، بعض الألحان الكنسية، حتى نضع أساس وقاعدة للمستقبل. اللي بيحب أنه يتخصص بهذه اللغة، اللي بيحب أنه تكون مجال بحث ودراسة في المستقبل، وتكون نواة لإعادة إحيائها من جديد. هذه كانت الفكرة الأساسية، وإن شاء الله ربنا يكملها معنا في الأيام القادمة. حلو أنه نعرف أنه نحن آراميين، لكن لا نتوجه إلى الانفصال عن موضوع الفلسطينيين أو آراميين أو إلى آخره، لأنه هذا بيسبب أزمة حقيقية ونحن في غنى عنها. ونحن نعتز بكوننا آراميين ونفتخر بكوننا فلسطينيين.